عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف داير الأخ أسامة؟ الحمد لله بارك الله فيك. ونقدم ياسين والإخوان اللي في اليمن وفي اليسار، تحية لكم. بارك الله فيك. جيت ولقيت عندك واحد التحفة اللي هي واحد المكحلة، قلت لي ديال جدك باقي على قيد الحياة؟ لا، مات الله يرحمه. الله يرحمه. هذه مكحلة ديال جد ديالي، العمر ديالها تقريبا كيتراوح ما بين 70 حتى 80 سنة. هذه المكحلة هذه انا عاودت كيف ما كنقولوا رممتها، عديت ليها السرير ديالها وهذا، لان كانت شويه راك عارفه لان قديمه بزاف. انا غنقرر معك الاخ اسامه الفيديو ووريني فين درتي ليها الترميم. الترميم درناه لها في السرير، هذا هو السرير. دابا هذا السرير ديالها اصلي، كانوا شي رباطي ديال النقره اللي عاودناهم، وكان هاد الطريفات هادو ديال العظم، لان هذا هو الخدمه اللي كانت بكري قديناها وحاولنا نخليوها في الطابع ديالها اللي كانت فيه. هذاك العظاء درتي لها الترميم بالعظم والسلك ديال النحاس. السلك ديال النحاس هذا كان فيها باقي فيها، حنا قديت لها غير هاد العظم اللي مشى ليها كيف ما كتشوفي. هاد النقش ديالها وهاد العظم هذا راه اللي كان فيها النهار الاول مازال فيها. الاخ اسامه قلت لي هاد المكحلة عندها ما بين 70 عام و 80 عام. اييه. ولكن تبارك الله انا راه كنشوفها دابا قدامي، كنشوفها بقى جديده. هذا هو المشكل اللي كيطيحوا فيه الناس دابا. واش من الترميم اللي درتي ليها ولا هي فعلا كان عليها الحفاظ؟ لا، هي صراحه كنا محافظين عليها، غير هو زدنا هاد اللمسات ديال الترميم ديالها. ولكن واخا هي كتبان لك راه باقا جديده، ولكن هاد المكحله هذه ما بقاتش صالحه باش تقرص بها الباب. ممنوع. هذا هو المشكل دابا اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. دابا هاد المكحله هذه الا شفتيها من البعيد تتبان لك راه مكحله جديده. انا بعدا دابا كنشوفها جديده. لا، ولكن المشكل فين كاين؟ كاين في الجعبه. دابا هاد الجعبه هذه ما بقاتش صالحه للبارود، خصوصا هاد الكميه ديال البارود اللي كنديروا حنا دابا. هادشي علاش كاينين بزاف ديال الناس كيطيحوا في هاد المشكل هذا. كيف ما كتشوفي هنايا هاد ليبيسور اللي كاين هنايا في هاد الجعبه رقيق بزاف. رقيقه، انا كنشوفها رقيقه بزاف، بحال داير شي خوي تم. هاد الجعبه، هاد الجعبه هادي كانت قديمه، راه فيها هاد لاموش، هاد الدبانه. هاديك سميتها الدبانه. لاموش، هاد الدبانه هي باش كانوا كيفيزيو بها هاد المكحله هادي ديال الحرب، هادي كانوا كيخدموا بها في الحركات. دونك هادي ليبيسور ديالها رقيق، ما بقاتش صالحه باش نخدموا بها دابا نقرصوا بها البارود. هنا غنوريك نموذج اخر ديال المكحله تقليديه. لا بلاتي نكملوا عند هذه بعدا في النيت. دابا هذه ما بقاش الانسان يركبها فوق العود. لا، هذه الا ركبتي بها ودرتي فيها شبر ديال البارود ودكيتيها كن على يقين غتأذي راسك ولا غتأذي اللي حداك. غتفرتك. غتفرتك، هذا هو المشكل. دابا الدراري كيوقعوا في جوج المشاكل، يا اما كيجيب مكحله قديمه كيقول لك هذه راه مكحله اصيله ديال جدي ولا ديال سميتو، اولا كيتشطر في المكحله وكياخذ كاليتي ناقصه كيوقعوا المشاكل. اللي عنده شي مكحله قديمه ديال جدو ولادو بغا يفرط فيها يدير ليها بحال هكا، يرممها يقادها ويحطها على ديكور في الدار. خليها تحفه. انا جيتي عندي النهار الاول ما لقيتيهاش هنايا. ما لقيتهاش عندك، قلتي عندي في الدار وقلت لي انا غنجيبها. ممنوع نقرقص بهذه البارود لانه غنأذي راسي ولا غنأذي الناس اللي راكبين حدايا. المكحله جديده، هذه مكحله تقليديه ولكن الخدمه ديالها عصريه. اول حاجه كنبغي نشكر الصانع سي محمد البيض. سي محمد البيض راه صانع معروف في المغرب كامل، وتحيه لعائله الحاج مبارك البيض. الخدمه ديالهم كيف ما كتشوفي الاخت سعاد، هذه المكحله هذه السرير ديال القرقاع. هاد السرير هذا، هاد العود اللي فيها السرير ديال القرقاع. هذاك السرير السرير هو العود. السرير هو العود. هو المتتبعين باش يعرفوا اكزاكت السرير هو العود فين كتحط الجعبة. هاد السرير هذا كامل ديال القرقاع، والجعبه امبورتي من فرنسا. هادي كتجي مول وكتقاد هنايا كتتقب. هادي كتجي مسدوده بلا تدور. هادي مسدوده. ها شو تبارك الله جعبه وراه هي غليظه. هادي ديال 16. واش هاد هند ولا هند ولا شنو هاد لا ماتيغ بالضبط. هنا غادي نشوف السياسيين هو اللي غادي يقول لك لا ماتيغ. ماشي هند، ماشي هند، حديد. حديد ولكن كيكون فوق. حديد ولكن ماشي اي كاليتي ديال الحديد. وكتجي حديده وعاده باش كتدوها للتور، عاده باش كتتقب وكت. هذه الخدمه ديال المعلم ديال الزنيدي، هو اللي كيقاد هذا الشيء. وعاد من بعد كتجي الخدمه ديال اللي كيدير النقش ديال النقره وهذا، هادشي كتبقى زينه على حساب كل واحد هو القدره ديالو. ولكن المشكل اللي كاين في الجعبه خاصها تكون جعبه صحيحه، تكون جعبه هادو كيكونوا كيجيو امبورتي من على برا. هذه ما فيهاش حس السوداج، هذه كتجي ملاكيه.
فهمتي؟ يعني واخا تدك فيها البارود كدير فيها شبر كتقرص مرتاح، ما تتردعك ما والو، ما ترد عليك ما حتى شي حاجه، مأمنة. اه وكتشوفي هذا النقش كامل اللي فيها كله بالنقره. انا كاين الاسم ديالي ديال جدي، هذا الاسم أيه. ديال جدك الله يرحمه، الله يرحمه ويسر عليه، يجعله طوال الجنه يا ربي. هنا كاين آية الكرسي اييه، والزناد هذا كامل بالنقره. نعم. هاد الكوتيات هادو كاملين بالنقره. هنا كاين السلك ديال النحاس والطويسات بالنقره، وهادو هذاك الشيء راسمو في الرايه اييه، هذاك النقش على الرايه، على الرايه اه. وهنا كيكونوا الرباطي، هذا اش كتقولوا ليه؟ هادو كيقولوا ليهم الرباطي، كاين اللي كيقول لهم الرباطي، كاين اللي كيقول لهم الخواتم ديال المكحله. اللهم بارك، انتم شفتوا النقش ديال المكحله بالنقره، كل واحد على حساب الجيب ديالو، كل واحد على حساب المستطاع ديالو، كل واحد كيفاش بغى يتفنن في المكحله ديالو، كيعطيها لصانع المكاحل وكيقول له الخدمه اللي هو بغى على حسب. كل واحد كاين اللي كينقشها بالذهب، كاين اللي بالنقره، كاين اللي بالنحاس، كاين اللي بالفضه، على حسب. واش هادشي كاين؟ اييه الاخت، واش كلامي صح ولا لا؟ كلامك صح، ولكن هادشي كيبقى غير زينه. اللي مهم بزاف واللي كنوصي به الدراري كاملين اللي كيركبوا، ما يتشطروش في المكحله، ياخذ مكحله مليحه تكون مامنه اول حاجه، اما هادشي ديال الزينه اخر حاجه تفكر فيه. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل من هاد لا فيديو هادي، حيتاش بنادم كاين اللي كيشري عود مليح، كيشري شرج مليح، كيجي حتى للمكحله وكيتشطر فيها، والمكحله راه هي كلشي. والمكحله هي الجعبه ولا هي كما كنقولوا حنايا هذاك العود ديال العرعار ولا ديال القرقاع ولا ديال باش كيخدم؟ لا السرير، لا المكحله هي الجعبه، هي الجعبه المكحله وماكينه، الماكينه اللي كتهضر، الماكينه خاصها تكون مليحه. نعم الماكينه هي باش ملي تطلع طلعات تطيق كطرق الاولى الثانيه، هذه ماكينه مليحه، كاين اللي تتكون مشروخه تطلع دوي ما عندهاش الطلعات، هذه ما تكونش صالحه، تتكون صالحه البارود ولكن ثقه في القرصه ماشي هي. الله يرحم والدينا. كما قال الاخ اسامه، المكحله هي الجعبه وهي الماكينه. هي المكحله هي الجعبه وهي الماكينه وهي الامان ديال الشخص او الباردي اللي راكب بها. شحال من واحد فرقت لي يدو مشات لي صبعو على قبل تيتشري عاود ب 7 ملايين 8 ومكحله واصل اقل من 10000 درهم تيتشطر فيها. اه صح صح. بحال هاد المكحله شحال القيمه ديالها، الثمن ديالها؟ وصراحة على حساب كل واحد كيف ما قلت لك المستطاع ديالو، ولكن المكحله اللي مكحله اللي مليحه اللي جعبه مزيانه ومامنه وفيها المعايير ديال السلامه على ما اظن كتبدا من 5000 درهم 6000 درهم ياك السي ياسين. كاينين مع الميد يصاوبوهم من 3000 درهم حتى 6000 درهم. المكحله مزيانه، مزيانه هذه مكحله مخيره، فيها صالحه البارود وفيها المراه، فيها خواتم حول ما داك بحال تشكل، ما فيهاش مدصولين. ما فيهاش المدصولين، تاخذها من عندو ساعه على حساب الذوق ديالك. هذاك الشيء كما قال الاخ اسامه كيبقى على حسابك انت. بغيتي المكحله تشارجيها كما كنقولوا حنايا قبيه دوك الخواتم ديال النقره، تشارجيها. بغيتي دير فيها دوك خواتم خفاف، دير فيها خواتم خفاف. يعني كما كتشوفوا هذه هي مكحله، هذه المكحله القديمه ديال 80 عام. شحال فيها من خاتم؟ هادو فيها خمسه، هادو الربطات، هادو الخواتم. آه دابا هادي فيها الربطه وفيها الخاتم بجوج. آه ربطه على خاتم. اه نعم هادي، هادي فيها غير ربطات بوحدها. اه هادي كتسمى الربطه. اه وهادي فيها الربطه وفيها آه الخاتم. شكرا على المعلومه ديالك الاخ اسامه. مرحبا مرحبا، تبارك الله، اللهم بارك. ولكن راه هي مكحله تبارك الله اللي من الطراز العالي تبارك الله، تشهى هادي غير تعلق تحفه في المحل ديالك القديم، ما تشوف فيها والله القصام الا شي حاجه روعه، شي حاجه غزاله تبارك الله. هذه المكحله ديال دابا تبارك الله، اللهم بارك. الزي جميل زوين غزال، النقش تبارك الله بالنقره داك الشيء ممتاز، ما عندنا ما نقولوا فيه. هذه المكحله ديال زمان، يعني حتى هو في هذاك الوقت ديال 80 عام، راه يعني هذا الشيء اللي كان هذا دابا، هذا النقش اللي كان حتى هو ديال هذه الربطه، يعني راه كان حتى هو ساوي شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي ولا دابا. بطبيعه الحال اه. ياك الاخ اسامه. صح صح اختي سعاد، لانه شحال هذه كانوا بزاف ديال المكاحل القدام الاصل ديالهم كانوا عند القياد، لانه شحال هذه ما كانوش زنيديه بزاف اللي كيساووا المكاحل، اكثريه ديال المكاحل القدام كانوا عند القياد، وكانوا من بعد كياخذوهم الناس. بحال هذه راه كيف ما وريتك غير من هذا الفيزور، هذا العموش اللي عندها هنايا، راه تعرفي هذه راه كانت ديال الحرب ديال، يعني راه قديمه، راه باينه يعني الجعبه ما بقاش صالحه، فهمتي؟ باينه هذه راه قديمه، هادشي اللي كاين حنا
اشرح لي اشنا هي سخيه. سخيه متى تكون سخيه؟ شنو هي ذهبان هذه؟ هذا ما وين نضربها؟ من تجر ربحك عندها اللي تجر قاصح. اه كاينه اللي سخيه علقمها حطها مولود هو ما جا غير جيده ورده. هادشي علاش قالتي زناد مهم؟ مهم. اه هادشي علاش قال لك زناد مهم؟ لان المكحله الا كانت سخيه تقدر انت راكب فوق العود باقي انت تقدر يلاه تبغي تعس ولا شي حاجه تدخل يدك تحط صبعك هنايا تطلع، ولكن هذه لا. ها قاصح هذا هو الامان ديال المكحله. ها ها هذه المكحله ما تنوضش سورتو الناس اللي كيلعبوا الشرقاويه. الناس اللي كيلعبوا الشرقاويه راه كيدور المكحله، راه الفم ديال الجعبه راه كيقدر يدوز على العود كيقدر يدوز على الفارس. كتشوف شحال من واحد كيبغي يدور الشرقاويه كيوحل الفارس اللي حدا في الحلافات ديالو. تخيلي معايا انت في هذيك اللقطه فاش الجعبه واحله لي الله يستر في الحلاف ديالو تنوض لكن السخيه تنوض غتقتلو. هاي تفرسك غتقتلو. هذه لا هاتي كيف ما كتشوف الاخت سعاد ها هي مسخيه ما والو يعني مامنه حتى كتجبد عليها جبده ديال الصح هذا كتنوض يعني مامنه. اه لا لا الامان هادشي اللي كاين كنوصيو الناس كاملين يعناو بهادشي ديال المكاحل. وتحيه للصناع اللي معروفين عندنا في المغرب منهم ولد شافيه اللي كيتعامل مع الاخرين. اه يعني مع المية تبارك الله في المستوى الحمد لله. ومنهم العائله ديال الحاج مبارك الابيض وليداتو تبارك الله من مراكش. هادي ديال الحاج مبارك الابيض في مراكش. هاد المكحله هادي ديال وليداتو. هاد المكحله هادي انا ما حضرت ليها ما والو. هاد المكحله هادي صورها ليا غير في الواتساب قلت له غتزيد ليا وصورها ليا ما فيهاش هادشي ديال النخل. صورها ليا سامبل عادي انا صافي غير شفتها عنده في التليفون قال لي غادي ندير. قلت له اشرحت عليه غادي يدير لي هاد الزينه اللي كيف ما كتشوفي وصافي ويسر فيها الله. كنقرص بها عادي ما كتردع ما كتزدح ما حتى شي حاجه ومكحله مامنه. وكنشكره من هاد المنبر كنرجع له الفرصه كنشكر سي محمد الابيض. شي بدا كينقارض هذا من هز عنده واحد 40 سنه هذا سلهام. هذا السلهام هذا السلهام كيما قلتي بدا كينقارض بدا كينقارض هادشي كنقولوا ليه السلهام جهه المنطقه دوكالا كيقولوا ليه هدون شفتيني ولا لا؟ كنتمنى من الله الناس اللي كتسهر على هادشي يحاولوا يرجعوا التراب وهاد الصناعه التقليديه بدا كيمشي عرفتي. دابا هذا شحال من واحد مستافده منه، مستافده منه اللي حيدت الصفا، مستافده منه اللي نجاته، مستافده منه اللي خيطاته، ماشي بالسهل، ماشي غتجيب ماكينه كتضربو من هنا كيخرج منها. شتي اختي هادي؟ ها الجلابه. الجلابه كاين اللي كيقول لها السيسيه النواحي ديال كاين اللي كيقول لها الخرقه. هادشي كيما كتشوفي الجلابه هادي راه ما كتصبنش هادي ما كتمشيش لعند كيما المصلوح ولا شي حاجه. الا مشات للمصلوح ولا شي حاجه كتصفار وكتجبد. هادي كنقولوا لها كنجبدوها بالجباد. ويلا توسخات ولا؟ الا كتوسخ ولكن كتغسل باليدين. انت كتشوفي بها السيفه كيفاش دايره ما كتصبنش في الصبانه ولا ما كتصبنش في الصبانه كتصبنها المراحل تصبنها بالفم بالليل وكنديروها في الجباد. الجباد واحد الحال تاريخ تيريها حيت دابا هي كتبان صغيره ولكن كتيريها ملي كدا كتيريها كتجبد عند الجباد ما كتمشاش بالمصلوح حيت الا رجلها مصلوح حيت هو صوف غيتحرك. عندي كما كتشوفي كاينه هذه تبارك الله اللهم بارك. هذه كتقولوا لها انتم السده في السده. هذه قال لي ركب دري ونزلت راجل. ملي درت تلبس هذه ولو تكون باقي كتبان صغير كتبان راك كتبان واحد الشهامه واحد الراجل كيقول لي اودي انا ركب الدري ونزلت راجل كتبان واحد الشهامه كتبان واحد هاك هذه هاك هذه. كما دابا حنا غادي ان شاء الله نشرفوا مقدمنا اللي غيلبس لنا ان شاء الله هادشي هذا. شكون مقدمكم؟ مقدمنا امين فغلول هو اللي غيلبس هاد الجلابه. غيلبس هادشي هذا الله يدخل عليه الصحه. هذه الخرقه نتمنى من الله تدخل ليه الصحه وسلامتي.
ها هي الاخرى. وكنتمنىهم الله يجيب السلامه ولهاد الدوار راكم كتشوف، وكنتمنىهم الله الناس ترجع لهاد المسائل، ترجع لهاد الشيء اللي نوات شيء. واخا هو علاش كيدير واحد الدوره في المجتمع ديالنا، لان هذه دازتنا عده مراحل كما قلت لك. هذه راه بدا ليا من الغلم، عندك من الغلم، هذه غلم، هذه راه تسرحات وكالت وشربت وجا كلشي خدام فيها. انا غنجيك منين كتبدا الخدمه، الخدام كتبدا من عند الدزاز اللي كيدزز الغلم، وملي كدز الغلم كتجمع القبيله وكيجمعوا الناس ويكون واحد الفرح بلي راه غندزي الغلم ديال فلان، فهمتي؟ كتكون واحد المؤونه، واحد الجمع، واحد الفرح، واحد العرس اللي هو صغير، كيكون الناس وسطاء. كترجع من عند الدزاز، الدزاز كيستافد من هاد الجلابه، كيدز كياخذ واحد النصيب ديالو. كتمشي عند الغسالة اللي كتغسلو العيالات اللي كيكونوا عيالات اللي كتقدر تكون فيهم مسكينه الارمله، كاين اللي تكون فيها المطلقه هكذا، هذوك الناس كيتعاونوا بها مع بعضياتهم، نعاونوا بها الزمان كما كنقولوا، كيقولوا بلا مرت فلان دي عند مرت فلان الله هكذا، مسكينه ما عندهاش تعاون معها، كيديو لها التصوف، كيديو لها التصوف. ديك الساعه كانت الثانيه، كان البير، كانت الساقيه، كيمشيو كيقولوا راه عندنا غسيل الصوف، الناس كتمشي كتغسل الصوف، كتستافد هذيك الناس اللي كتغسلها كتستافد منها، عاد كتجي كتجي عند النشافه كتنشف الصوف، كتمشي عند الزاده كتفتل، عاد كتحط. ومن اللي كيبغيو ينصبوا هذاك، من اللي كيبغيو ينصبوا هذاك اللي كينجج المنجج كيكون فرحه. وثاني او مره ناصبين عند الخيم فلان منجج، وهذا الشيء كان كيدير التقهقر، كانوا كيتلايموا العيالات الجامعه وفي هذا هو الغايه من تبارك الله، اللهم بارك. اخر كلمه كنبغي نشكرك اختي سعاد، وكنتمنوا السلامه للجميع، الفايده في السلامه، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبه اخرى، وان شاء الله مازال نزيدوا القدام، ومازال نزيد نعطيكم واحد الصوره محسنين ان شاء الله. ان شاء الله.